رجعنا لكم مشاهدينا، والسؤال إلى أين وصل مشروع شدادية؟ وأيضا متى سيتم دمج معهدي العالي للفنون المسرحية والموسيقية في أكاديمية واحدة؟ خطة البرنامج الإلكتروني التي تربط ولي الأمر بالمدرسة متى سيتم تطبيقه؟ وزير التربية والتعليم العالي الدكتور محمد الفارس ضيفنا في حواراتي على شاشة تلفزيون دولة الكويت، وفي أحلى الليالي أكيد ليالي الكويت مع الوزير. حياك الله ومنورنا. مشكورين، وأنا سعيد أكون معاكم اليوم أخو محمد، و يعني إن شاء الله أكون ضيف خفيف على الجمهور إن شاء الله، ونفيدهم إن شاء الله في كل ما يرون من أسئلة أو أجاوب على كل المعلومات. يعطيك ألف عافية وشرفتنا. ويمكن أول سؤال يقولك، إذا أردت أن تنهض بالأمة تلاحظ التعليم، تنهض بالتعليم وتنهض بالصحة. صحيح. فالتعليم حمل كبير ومسؤولية يعني على عاتق كل من يتولى أمرها. فأهم المهام اللي حاطها براسك أو مخططها علشان تكون وزارة التربية. يمكن لما تكلمت في البداية عن لما طبعا تم تكليفي بهذا المنصب، وكان هذا طبعا شرف لي أن أكلف بهذا المنصب من صاحب السمو حفظه الله، ويعني كانت وولي العهد يعني لما قابلت جميع همومهم طبعا، ويعني غالبية المواضيع اللي ناقشناها تتعلق في التربية والتعليم. اليوم يمكن ماكو بيت، يمكن وزارة التربية والتعليم العالي جميع يعني الشعب الكويتي يحتك في العمل التربوي، وماكو بيت في الكويت اليوم إلا إذا كان هناك في طالب أو طالبة يعني لها علاقة في العملية التربوية. فبالنسبة لي وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة التعليم العالي هي استكمال لي يمكن نظرتي للعملية التعليمية. أنا من ابن العملية التعليمية، أنا يمكن يعني كنت في جامعة الكويت، ولكن يعني احتكاكي مع مكونات سواء كانت على مستوى وزارة التربية، يعني شاركت فيه حتى في تأليف بعض الكتب اللي موجودة أيام وزارة التربية، وكان عندي علم بالتحدي اللي موجود في وزارة التربية لكل مسؤول في وزارة التربية. وأنا أدري أنه، وهذا يمكن راح نتكلم عنه بشكل أكثر تفصيلا، وزارة التربية بالنسبة لي يمكن أنا أسميها دائما هي المكان التحدي، وأنا أحب التحدي. حقيبة ثقيلة طبعا بزي. طبعا أنت تتكلم عن وزارة فيها 111,000 تقريبا 111,000 موظف بين معلم وبين موظف إداري، تتكلم عن 400,000 طالب، تتكلم يعني خلال العملية التعليمية في يوم دراسي تقوم الصبح، وأنا أدري أن هناك 111,000 موظف قاعد يقوم بدوره، وهناك 400,000 طالب قاعد يمارسون ويتواصلون مع بالعملية التعليمية. فهذه يعني ما هي سهلة إدارة هذه المؤسسة. أكيد بلا شك. دكتور محمد الفارس معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي، ماذا عن جامعة الشدادية؟ جامعة الشدادية يمكن أنا أكثر واحد قريب لها، لأن أنا كنت في فترة في عام 2008 كنت مدير البرنامج الإنشائي اللي خلال فترة طبعا في بداية تصميم المشروع، فهو قريب لقلبي المشروع وأعرف تفاصيله، لأن أنا خلال المرحلة اللي كنت فيها تقريبا حوالي 3 سنوات أعرف تفاصيل التصميم بشكل تفصيلي للمشروع. حلو. وحتى كنت في فترة وحتى في فترة التصميم المخطط الهيكلي. مشروع شدادية يعني مشروع وطني، ليس مشروع فقط لجامعة الكويت، هو مشروع يمثل الوطن، وأعتقد هو راح يكون نقلة نوعية على مستوى الخليج وعلى مستوى العالم، لأن نتكلم عن مدينة متكاملة من 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 أصغر جزئية فيها إلى أكبر إلى الحرم الجامعي. يعني أنا أتكلم عن، بس أعطيكم نبذة بسيطة، خلال إذا إن شاء الله يعني قدر واكتملت وبدأت عملية التشغيل فيها، لن ترى أي شخص عامل نظافة أو عامل صيانة على الملأ. كل الأمور راح تكون تحت الأرض، كثير من الأمور سواء الصيانة أو لها ممرات تحت الأرض، فيها أنفاق خاصة حق الصيانة، أي انقطاع لأي جزئية معينة تقوم فيها إدارة الصيانة عن طريق موظفينها، كلها تحت الأرض. تحت الأرض. إيه نعم. متى يتم تشغيلها؟ السؤال الآن متى يتم تشغيلها؟ أيوة. طبعا هو حسب القانون 2019 يفترض في نهاية 2019. إحنا نتمنى إن شاء الله المشروع ماشي الآن بحسب الجدول الزمني. طبعا في أي مشروع إنشائي طبعا في هناك تأخيرات تصير عن طريق يعني بين في عمل يعتمد على إنتاجية المقاول. هذا مشروع لأنه ضخم،
عدد المقاولين الموجود في الموقع حاليا يتعدى 13 مقاول. نعم. طبعا مقاول بين محلي الى عالمي. وهذا الاعداد من المقاولين لما يشتغلون تعرف ظروف معينه ممكن ان تؤخر في جزئيه معينه، وطبعا احنا يعني نطمح، وهذا اللي طبعا دائما انا ادعم اخواني في البرنامج الانشائي على راسهم الدكتور قتيبة رزوقي وزملائه. تحيه. اي نعم، هذا يعني من هالمنبر اوجه لهم تحيه. دائما حرصهم على ان العمل قائم، العمل مستمر الى درجه ان ندفع في انه يكون مسائي، يكون الشغل في المساء لدفع العمليه للانتهاء منه. يمكن في اضافه معينه، احنا نتكلم عن 2019 الحرم الرئيسي. نعم. هناك جزء اخر وهو نسميه الحرم الطبي اللي راح يكون في المرحله المستقبليه. يعني انا يعني تواصلت مع الاخوان، وانا كنت يعني لما كنت في الامانه العامه لجامعه الكويت قبل ان انتقل الى سده الوزاره، ان شاء الله احنا في الخطوات الاخيره الان لتوقيع مشروع الحرم الطبي اللي هو صاير في شدادي، يعني ونتوقع هذا خلال فتره الاربع سنوات اللي تليه بعد انتهاء 2019 ان شاء الله. معالي وزير التربيه استاذ محمد الفارس، ذكرت ان هناك في تحديات في بالك في الخطه نفسها، شنو ابرز هذه التحديات والقضايا اللي تشكل هاجس للاستاذ محمد؟ اذا نتكلم عن التعليم او التعليم العام، يمكن التحدي اللي بالنسبه لي هو كيف اصل في ما هي المنظومه الصحيحه لوضع ما يسمى الجوده في التعليم. نعم. اليوم احنا نتكلم العمليه التعليميه تتكون من ثلاث عناصر اساسيه. اليوم اعطني منهج كتاب، واعطني معلم، واعطني طالب رغبان في التعليم. حلو. اذا اعطيتني هذه ثلاث معايير، العنصر الاساسي اللي يجب ان يتوفر في هذه الفورمولا جودة التعليم. جودة التعليم تأتي بوجود بيئة دراسية مناسبة، منظومة، والكل يكون مرتاح. صحيح. بحيث أنه يستطيع أن يقدم كل شخص حسب يعني تخصصه وحسب الجزء اللي هو مطلوب منه. نعم. فالتحدي هو كيفية الوصول لهذه الفورمولا، أنا أسميها أو المعادلة، هذه المعادلة الصعبة. حلو. احنا دكتور محمد الفارس وزير التربيه، يعني احنا مؤمنين بانك ان شاء الله تتجاوز هذه التحديات، واحنا متفائلين حقيقه. بما انك ذكرت التعليم العالي، حقيقه ليس تزلفا عندكم وكيله مساعده الاستاذه فاطمه الكندري ممقصره بكل مدرسه هي موجوده. صحيح. بما انك ذكرت التعليم العالي وذكرت المنهج، في تقارير موجوده، في اصوات تقول ان المنهج ذو مستوى ضعيف. اثنين، المعلمين عنده مشاكل راح اذكرها، وخصوصا المعلمات الغير كويتيين من اخواننا الكويتيين البدون من صح القول، في بعضهم ياخذ اجازه امومه والثاني ما ياخذ اجازه امومه. في معلم بالوظائف الاشرافيه، يعني حاطين انتم شروط معينه ان تقارير سنويه تكون امتياز، ايضا خدمه معينه وخبره معينه، وايضا المقابله الشخصيه حاطين مذكره 400 صفحه علشان تجاوزها المعلم، والمعلم هذا قاعد يربي أجيال. مع الوزير قم للمعلم يوفه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. أنا قلتها وراح أقولها وراح أكررها مليون مرة، المعلم هو أساس في العملية التعليمية. يجب أن وزارة التربية أن تقوم تنبني على المعلم. المعلم هو العنصر الأساسي في العملية التعليمية. حلو. وراح أصر على هذا الأمر، وإن شاء الله راح يكون الله يقدرني بحيث أني أقدر أوفر كل ما يمكن توفيره لخدمة هذا المعلم. نعم. لأن بالنهاية إذا خدمنا هذا المعلم راح يستطيع أن يمارس العملية التعليمية بالطريقة المطلوبة ويكون ملهم. بالنهاية من يلهم الطلبة ومن يلهم العملية التعليمية هو المعلم بلا شك، فدورنا هو خدمة هذا المعلم. حلو. هذا المبدأ الأساسي اللي أنا أبتدي فيه. كلام جميل. في على جميع الأصعدة. المشاكل اللي موجودة، معلم يعني 14 سنة ما أخذ رئيس قسم. لا، خليني أخذ نقطة نقطة. طبعا. تذكرت أكثر من نقطة. النقطة الأولانية فيما يتعلق في المناهج. أنت ذكرت موضوع المناهج. المناهج أنا يمكن يعني بديت يعني خلال الفترة الأخيرة، يمكن من أول استلامي للوزارة، طلعت إنه يعني في هناك مشروع متكامل لتطوير العملية التعليمية على جميع الأصعدة. نعم. فيما يسمى البرنامج المتكامل لتطوير التعليم. هذا المشروع بدأ يعني من عهد زميلي الوزير السابق، يمكن اللي من أيام الدكتور نايف الحجرف، وتطور هذا المشروع وهو مشروع متكامل. هو جزء من تحليل كان في 2012 لوضع كان يحتاج إلى نقلة نوعية. حلو. فكان هذا المشروع هو المنقذ لتطوير العملية التعليمية، والآن هو الآن في سنة الثانية لهذا المشروع. من ضمن هذا المشروع هناك خمس محاور. المحور الأساسي هو المنهج وتطوير المنهج، الآن ما يسمى منهج الكفايات. نعم. كثير من الناس يرون بأن منهج الكفايات ليس مناسب، والأمور نظريا أنا يعني
تفاعلت مع كثير من التربويين المتخصصين. نعم. هذا المنهج عالمي ويستطيع أن يعني يطور العملية التعليمية بشكل رائع. وين الخلل؟ الخلل في التطبيق. في التطبيق. نعم. الخلل يأتي في التطبيق في أي منهج. لو تأتي بأي منهج إذا أنت ما طبقت بطريقة صحيحة، ما وضعت القواعد الصحيحة، ما دربت المعلم بطريقة صحيحة كيفية استقلال هذا المنهج وتطبيقه بالطريقة الصحيحة، المنهج يفشل. فهناك خلل في تطبيق هذا المنظور او هذا المنظومه الجديده. حلو. وهذا جزء من مسؤوليتي الان. نعم. كيفيه تقييم التطبيق واعاده يعني اذا كان هناك اي عوجاج في عمليه التطبيق. حلو. وعلى فكره المناهج في اي عمليه منظومه تعليم حتى على مستوى التعليم العالي المناهج لها دورتها. اليوم في منهج بعد 5 سنوات 6 سنوات تراجع وتتغير المناهج. هذا طبيعة، ترى طبيعة ديناميكية في بلا شك. الأمر الآخر فيما يتعلق الصعاب اللي يواجهها المعلم، وسواء كانت من يعني الأخوان البدون، يعني مع الأسف هناك نظم تحكم العملية يعني في فيما يتعلق في اللوائح. في معلمة كويتية تأخذ إجازة عمومة، المعلمة غير كويتية. صحيح. طبعا هذا يعني أنا يمكن ورثت يعني وضع قائم، وهو ان العلاقه الاخوان البدون يعني مع تعاقدهم مع وزاره التربيه مبني على اجر مقابل عمل، وهذا البند في حسب نظم ديوان الخدمه المدنيه لها منظومه ولها ترتيبات فيما يتعلق في الاجازات. حلو. ولا يعطى الاجازات فيما يتعلق في الولاده، ولكن ان شاء الله احنا ان شاء الله يلا انا يعني عندي ايمان بان يعني المعلم سواء باي جنسيه يكون يجب ان يعطى حقه. صحيح. وانا يعني قاعد امارس الان بعض الضغوطات على اخواني في مجلس الخدمه المدنيه في امكانيه توفير هذا. اسمح لي زميلتي حسن، والمعلم اللي قاعد 14 سنه ما يترقى بسبب اختبار من ورقه 400 سؤال او 400 ورقه، انا ما ادري والله الحساب. لا هو هو هو, هو خلينا نفرق بين الموضوعين. موضوع انتظاره مده طويله في الوظائف الاشرافيه، الوظائف الاشرافيه التربويه مشكلتها ان تعتمد على التخصصات. صح. في تخصصات يعني نادره محتاجة. ومن ثم سهوله الوصول الى الى الى, إلى الوظيفه الاعلى. لان الترتيب اللي امامي او الاماكن اللي امامي المحجوزه قليله، ومن ثم سهوله وصولي الى سده رئاسه قسم او سده التوجيه وهكذا. نعم. في التخصصات اللي عليها تكدس مثل التربيه الاسلاميه، في بعض التخصصات البدنية. مشكله ان الويتنج ليست راح يكون اطول. في بعض الويتنج ليست لو وصلت الى تعدت 5 و6 سنوات، فيعني هل معناها في امكانيه معالجه هذا الامر؟ انا يعني بديت اجس النبض في هذا الجانب، وبديت يعني اقعد مع الاخوان في المسؤولين في وزاره التربيه لايجاد حل. في حلول ذكرت وعرضت عليه حلول بان يكون هناك بدل ما يكون رئيس قسم واحد يكون اكثر من رئيس قسم في المدارس اللي ذات الكثافه بعد. نعم. فهناك في افكار وان شاء الله راح ابحثها مع المسؤولين. يمكن من الاشياء اللي صرحت فيها اليوم بالتحديد الدروس الخصوصيه، بما يخص الدروس الخصوصيه. نعم. يعني يمكن هذه مشكله ممكن نقول ازليه، ممكن صعبه ان الواحد يحلها، لان هذا يمكن نقول مثل ما قلت منظومه ما بين رب الاسره والمدرسة والمعلم، يعني لازم يكون في ترابط ما بينهم علشان نقدر نحد من هذه الدروس الخصوصية. أنا بتكلم عنها من 3 جوانب. الجانب الأولاني طبعا أي معلم في وزارة التربية يقوم بإعطاء دروس خصوصية في لوائح تنظم هذا الأمر ولها عقوبات في هذا الأمر وتطبق. الأمر الآخر، هل الدروس الخصوصية هي المسببة في سوء التعليم؟ لا، هي نتيجة لسوء التعليم. متى ما كان عندك تعليم مميز لن تجدين سوق للدروس الخصوصية. الأمر الثالث، هل عندنا منظومة تعوض الدروس الخصوصية؟ اليوم وزارة التربية عندها أدوات تحاول أن تعوض عن دروس خصوصية، أن تعطي دروس تقوية والأمور هذه كلها، هل هي نافعة؟ هل وجودية؟ هل تنافس؟ أعتقد اليوم إحنا محتاجين إلى يعني وجود بدائل. دكتور، يمكن النقطة الأساسية يمكن هي قصور أولياء الأمور، يعني يمكن هم ما يحملون المسؤولية حق المعلم والمدرسة كثر. نعم. ما يحملون المسؤولية لنفسهم، يعني مثلا الأم مقصرة أو الأب مقصر في تدريس الأولاد فيحتاجون مثلا مدرس في تدريس بالعالم خصوصي. كله بالعالم المدرس الخصوصي موجود، حتى في الدول المتقدمة في موجود ما يسمى التوتر. هذا صح. نظام التقوية هذا موجود، ونظام دعم العملية التعليمية بطريقة مختلفة. طبعا ممكن تكون هناك ظروف تحتاج إلى أن يكون هناك مدرس متخصص في ظروف معينة. نعم. عيد مرة ثانية، أنا أعتقد هو السر الرئيسي في إذا كان بتقللين دروس خصوصية أو تعالجين دروس خصوصية هو وجود تعليم متميز. متى ما وصلنا إلى مرحلة وجود تعليم متميز الدروس الخصوصية راح تشوفينها تندثر. عندنا فيديو، نشوف الفيديو مع بعض، شو رأيكم مشاهدينا ونرجع.
يعني صيغة الأسئلة مو واضحة، يعني أنا دارسة عدل بس الأسئلة دقيقة حيل. يعني مثلا سؤال شنو حاسة إن هذا في وجود مؤامرات عليك شنو؟ إنبنى أنا مرة عليه، بس يعني إحنا في أسئلة أنا أحتاج أحد شيء يعني يوضح لي إياها عشان أنا أفهم وأحل. يعني أنا دارسة بس أحتاج يعني أحد يوضح لي الأسئلة، يعني نحتاج أبغى أدش عليه أنت توضح لنا الأسئلة تقرأ لنا إياها على الأقل. معنى السؤال يعني؟ اي بس يعني احتاج احد يوضح لي اياه، ولا انا يعني دارس راح اتذكر بس وريني سؤال انا اي انا يعني اي سؤال هني مثلا هذه انا الحين مو عارفه احل فيهم شيء مع ان انا دارس. وريني سؤال شويه قولي انا ما نفهم هني لما يقول شو واحد علم مثلا شو علم يعني في اسرائيل ليش كلمه تعريف كلمة الاخلاص تعريف دقيق علم سعود التعريف يعني صعب واحد يفسر شنو هو يفسر ليش الاخلاص يعطيها معنى وتعريف دقيق صح؟ ليش طبعا جميل لما يكون رأس الهرم في وزارة معينة يتفاعل مع طالب صغير في اختباره في حال. الجميل في الموضوع انه مع الوزير قاعد يشرح السؤال للطالبة، ما حكاية هذا المقطع مع الوزير؟ طبعا جزء من جولات الخاصة لما يكون في امتحانات الثانوية العامة للفصل الدراسي الأول كان لي جولة في يعني بعض المدارس، وهذه كانت جولة يعني منظمة يعني ان ازورها المدرسة وتعرف على اداء يعني الوضع العام في الاختبارات، وكنت حريص اني ادخل بعض الصفوف لمعرفة الجو العام. طبعا انا يعني وهذا من الامور اللي واحد يتعلمها مع الوقت انه كان معي مصورين والجو كان يعني وكان هذا انا اعتبره يعني راح اعيد النظر في هذا الموضوع انه ما ان شاء الله ما يكون معي بالطريقة هذه اللي هي الهالة اللي موجودة هذه، انا اعتقد ممكن ان تسبب حتى ازعاج للطالبات، فإن شاء الله راح أتحاشاها في المستقبل. الأمر الآخر لاحظته أنه لما كنت أسأل لما أدش الصف أسألها طمنوني شلون الامتحان والأمور هذه كلها، فكنت حريص أني أرفع نبرة الصوت إذا كان في أحد، وفعلا يعني بعض لما ردة الفعل بأنه صعب الامتحان، فأنا لما أسمع كلمة صعب أو أسمع كلمة أنه في يعني أروح لهم على طول مباشرة، ومن ثم بعرف يعني أفهم شنو ليش الامتحان صعب. فهذه الحالة يعني بالعكس هذه الحالة أنا أعتبرها نمط طبيعي وفيما يتعلق في نفسية الطالب في خلال الامتحان. اليوم لما يكون الضغط الهائل يصير على الطالب بأن يجب أن يؤدي، وأنا لاحظتها الورقة كانت بيضة يعني وهذا شوية ضايقني أن يكون طالبة صفحة كاملة أو صفحتين محل شيء يعني طبعا كان وقت بداية الامتحان بس لاحظتها مو قاعد تكتب شيء، فأنا حرصت إن 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 يعني إني أعطيها شوية من يعني الراحة النفسية. مسؤوليتك الإنسانية يعني شهادتنا فيها مجروحة الدكتور محمد الفارس، لكن على طاري هذا المقطع انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، أنت عندك أكاونت في تويتر؟ نعم. إيه تتفاعل مع الناس كلها، لأن إحنا لما أعلننا أن معالي وزير التربية راح يكون معنا ويشرفنا في الكويت ما في معلم ما اتصال ما في أحد ما شاركنا فعلا، فهذه رسالة إذا زميلة هنادي تحط أكاونت مع الوزير، أي مشكلة عندك معلم أخواني أخواتي في مشكلة ثقوا تماما أن الدكتور محمد الفارس راح يتواصل معاكم بشكل مباشر. نفسك دكتور؟ نفسه شخصيا. نعم أنا كحريص بعد ما مس يعني كان عندي أكاونت من السابق وكنت أتفاعل مع بعض الأخوان كنت في الأمانة العامة وكنت حريص أني أتفاعل مع الناس. وزارة التربية بالذات في وزارة التربية حتى في وزارة التعليم العالي مثل ما قلت لكم العدد هائل، ووسائل التواصل يعني الاجتماعي من أدواتها وميزتها أنها سهلة يعني سهلة الوصول للناس، فعشان يعني أتجاوب مع الناس وأسمع همومها ويعذروني الناس يعني كم هائل وصلني من المعلومات والتظلم والأمور هذه كلها، صعب أني أتفاعل مع كل حالة، ولكن بأمرات في حالات تجذبني في موضوع انها تكون فعلا يعني حاله احس الـ يعني مدى الظلم اللي واقع عليها فاتفاعل معها بشكل مباشر، وما اعتقد احد دز لي يعني برايفت مسج اللي هو الرساله الشخصيه وما رديت عليه، يعني احاول قصارى جدي ارد على الجميع ان شاء الله. بس عندك مشكله الوقت يعني؟ اي نعم طبعا زحمه الناس نعم صعب السيطره. يمكن تطرق حق نقطه مهمه اللي هي خطه البرنامج الالكتروني اللي تربط اولياء الامور بالمدرسة نفسها يعني مع الطالب والحالة مالته، يعني كثير قاعد نشوفه مطبق في بعض المدارس صحيح. الخاصة صحيح. لكن ما نشوفه بالحكومة، ليش؟ شنو السبب؟ أنا سألت نفس السؤال وأول ما بديت سألت السؤال هل لأن علاقة ولي الأمر اليوم
يمكن أنا ذكرت العناصر الثلاثة ولا لم أذكر ولي الأمر، ولكن ولي الأمر اليوم ترى سر النجاح في المدارس الخاصة ومدارس القطاع الخاص هو دور الولي الأمر. صح. وهذا جزء ترى من المعادلة اللي إن شاء الله يعني هم من أنا لي رغبة بأن يكون لي فكرة في كيفية إدارة المدرسة بحيث إدخال العنصر اللي هو ولي الأمر، وهذه الأداة اللي هي الأداة وجود برنامج تواصل بين المدرسة وبين ولي الأمر فيما يتعلق. مثلا أعطيكم مثال، ليش ولي الأمر ما يعرف في نهاية اليوم أو على الأقل أسبوعيا يعرف شنو الولد أو الطالب يعرف شنو اللي راح يدرسه خلال الأسبوع القادم، وهذه المواضيع اللي راح نغطيها، وهذا الواجب اللي راح يدرسه، وهذا اللي لازم يسلمه يوم الثلاثاء، وهذا لازم يسلمه يوم الأربعاء. ترى العملية بسيطة، ما هي معقدة ولا نخلق خلينا نقول العجلة من جديد، هذه موجودة وموجودة بسهولة ومطبقة. اكتشفت يعني صدفة في إحدى زيارات المدارس بأن نعم هناك أفكار ومطبقة لعملية التواصل ووجود برامج متكاملة بين المدرسة وبين ولي الأمر وبين إداريا، وما يسمى يعني اكتشفت أن في شيء اسمه المدرسة الذكية. نعم. ومطبقة الآن كتجربة في منطقة، وأنا يعني أشكر الأخوان في مدير المنطقة التعليمية في المبارك الكبير ما شاء الله أخوي منصور الديحاني بلغني بأن فعلا هناك برنامج، وكان يعني صناعة محلية الإخوان في ثانوية صباح السالم عسى حسب أتذكر ذاكرة ما تكون ما شاء الله، إن شاء الله. وأن هذه الثانوية فيها يعني إخوان معلمين أو معلم معين متخصص قام بتطوير هذا البرنامج، والآن تم يعني تجربته في منطقة مبارك الكبير، وإن شاء الله بعد التجربة هذه إن شاء الله راح يكون لي يعني قاعدة معاهم لمعرفة التفاصيل هذا المشروع ومن ثم تعميم. بالنسبة حق الطلاب الفائقي الذكاء ممكن يكون لهم مدرسة خاصة فيهم؟ يعني ما في نظرة حق الموضوع هذا؟ هو فرز الطالب الذكي بنفس الوقت فرز الطالب اللي الجانب الآخر وهو بطيء التعلم. نظريا بالنظرة التعليمية الحديثة يجب أن لا يكون في استقطاب، هذا الاستقطاب أو التميز بينهم. حلو. اليوم ودك يكون المتميز يعطي إلهام للطالب ويكون هو يعني تحدي، يعطي تحدي للطالب للتنافس. فهذه منظومة تحتاج يعني دراسة. ذكرت وجهت تحية حق مدارس في التعليم العالي في مناطق معينة تعليميا، وجه لهم تحية أكيد. نعم. لكن السؤال، في بعض المدراء، اسمح لي مع الوزير، بطلي. في بعض مدراء المدارس يحط لك يعني كأن القرار له هو أنه يحط بصمة بهالمدرسة، المدرسة الثانية ما فيها بصمة على المعلمين. هذا المعلم يعني إحنا كأهل الكويت وأهلنا وعيالنا مؤمنين وهم قدها هذه الأمانة. نعم. ما له داعي، ما أشوف أن البصمة ضرورية للمعلم تحديدا. وهل يحق للمدير المدرسة مثلا يضع هذا؟ أنا أكون صريح معك، طبعا أنا التفاصيل هذه يعني لحد الآن ما طلعت على تفاصيل التطبيق الإداري فيما يتعلق في البصمة وفي على مستوى المدارس، وهل المعلم عليه بصمة ولا ما عليه بصمة. نعم. المفروض الثقة موجودة بلا شك، هذا الأصل في العملية. نعم. المعلم اليوم يجب أن نثق فيه ويجب أن يلتزم فيه، بنفس الوقت يجب أن يلتزم بواجباته بالحضور يعني الالتزام في العمل. أنا يعني دائما أترك المجال للقياديين، واليوم مدير المدرسة اليوم هو ترى عنصر مهم جدا في إدارة المدرسة. اليوم نجاح بعض المدارس على مستوى يعني المناطق، تسمع المدرسة الفلانية ناجحة بسبب إدارتها تنظيم. نعم. والمدير المدرسة لجزء كبير من هذه يعني من نعم. أهمية أو من معادلة نجاح المدرسة. نعم. فاليوم دوره مهم، فبعض المدراء يمكن يتخذ بعض الإجراءات التي يراها مناسبة لتنظيم العمل داخل لمصلحة المؤسسة بالضبط. بس أنا يعني أتمنى ما نوصل إلى مرحلة أن تكون بصمة كأداة لعقاب أو أداة. لا لا أكيد بلا شك. يمكن بعد في نقطة مهمة صراحة ودي أشوف. أكيد. دكتور، الغلاء اللي في المدارس الخاصة في تزايد مستمر، كل سنة قاعد تزيد، يعني ما في حد لهذا الموضوع؟ يمكن أنا في موضوع الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة أو مدارس التعليم الخاص، الآن حاليا يعني حسب الموجود خلال السنة الماضية والسنة القادمة تم تحديد الزيادة السنوية ب 3%، وهذا قرار يعني زميلي الوزير السابق الدكتور بدر اللي وجه له تحية على الدور الكبير اللي قام فيه خلال فترة وجوده في وزارة التربية والتعليم العالي. فهذا القرار نافذ الآن. الآن أنا يعني بدأت إجراءات من الآن بدراسة يعني
كيف نحدد الرسوم؟ يعني من يحدد الرسوم وكيف يتحدد الرسوم؟ هل احنا نحدد الرسوم ام هما يتقدم القطاع الخاص يتقدم يقول انا ابي هالرسوم مبرره بدراسه متكامله؟ فهناك في عده اساليب لتحديد الرسوم. هل الرسوم زياده الرسوم عمليه مستحقه في اي قطاع؟ أكيد مستحقة بس مو بهذا، ولكن تكون محددة. محددة لا يجب أن تحددة ومبررة. صح. لا بد يكون عندي معايير. اليوم ما عندي أنا معايير، يعني أنا يعني استشفيت الإخوان في قطاع التعليم الخاص أو من يقوم بمراقبة التعليم الخاص، إنما في معايير تفصيلية فيها تحديد الرسوم. نعم. هناك مدارس متقدمة تقوم بتطوير نفسها وإدخال كثير من العناصر التطويرية في المدارس المتفوقة، ومخرجات منها قاعدة تكون مخرجاتها عالية. اليوم تكلفة المعلم اللي يستقطب من أمريكا ولا يستقطب من كندا ولا يستقطب من الدول المتقدمة استقطابه مكلف، ما هو والمنافسة اليوم إنك أنت تستقطبين مدرس في منطقة الخليج، اليوم في منافسة كبيرة على مستوى الخليج. اليوم إذا أنت تستطيع أن تأتي بالمعلم من أمريكا للوصول للكويت، هناك لا يقل عن 100 مدرسة موجودة في الخليج تنافسك. نعم. في العملية. نعم. ففي في في لها معادلة، وهذه المعادلة يمكن تاخذ جانب فني وجانب مالي في تحديد فعلا ما هي الرسوم. احنا يعني لا نطمح ان نوصل الى توفير ربحية للمدرسة بشكل يعني غير طبيعي، ولكن بنفس الوقت بنقدم لها بالضبط. فانا اعتقد هو وجود معايير واضحة لتحديد الرسوم، هذه هي الآلية اللي راح إن شاء الله راح نطورها إن شاء الله. بعيدا عن حقيبة وزارة التربية، الدكتور محمد الفارس تخصص هندسة ميكانيكية، ليش هالتخصص؟ الهندسة من صغير ترى كان يحب هالتخصص. من صغير كان ببالك هذا التخصص؟ نعم. أنا يمكن دائما الناس تستغرب تقول لي متى تخصصت والامور هذه. قلت لهم انا من ثانيه ثانوي ابي اصير مهندس ميكانيكي، ما شاء الله، وابي اصير دكتور بالجامعه، ما شاء الله. والحمد لله نعم حققت الحلم اللي كنت اطمح له. زين، من شايف مثلا بهالتخصص هذا؟ انا يمكن في الفتره يعني فتره دخولي الثانويه كان والدي دكتور اشعه. اي نعم، طبيب اشعه او متخصص في الاشعه، راديولوجيست. ويعني كان والدي قدوة لي بالنسبة للعمل والجهد بالعمل، وتعرفون النظام في الطب أو يعني الشفتات كان يروح المساء، فكان بالنسبة لي قدوة في العمل والجهد والالتزام. فأنا حبيت التخصص اللي هو تخصص يتعلق في حركة العظام والعضلات والأمور هذه كلها، وكنت ناوي أدخل كلية الطب في هذا التخصص اللي هو يسمونه بايوميكانكس. ولكن ابي اتميز عن الوالد، بقول والله انا ابي اتخصص شيء غير الوالد، هذا جانب. الجانب الوالد ما شجعني على الدخول كليه الطب ومن ثم الشغل في وزاره الصحه، لان في هذاك العهد كان وزاره الصحه يعني الجهد متعب وما كان في خلينا نقول مكافاه للجهد هذا في العهد السابق. فهذا اللي خلاني أركز أكثر شيء على الهندسة وبالذات الهندسة. درستها بأمريكا؟ نعم. من خلال دراستك في أمريكا أكيد لمست بعض الأشياء المميزة اللي تتمنى تكون موجودة عندنا هنا بالكويت. أنا درست البكالوريوس في جامعة الكويت، وهذا اللي فخر أني أقول أنا خريج جامعة الكويت في الهندسة الميكانيكية، والحمد لله اللي فخر وافتخر بأن كوني درست في جامعات من أفضل الجامعات في الهندسة الميكانيكية، يمكن على مستوى كانت وقتها في عهدي جامعة ويسكونسن في ماديسون كانت على مستوى 13 ما شاء على الله. مستوى يعني الجامعات المرموقة في الهندسة الميكانيكية. نعم تعلمت، يعني أن أعيد مرة ثانية، التعليم على جميع الأصعدة هو جودته. ما صلت جامعة اللي أنا درست فيها لهذه المواصيل إلا لأن تقدم جودة في التعليم. والجودة في التعليم لا تأتي بسبب والله لأنه والله في فلوس تنحط، أنت ممكن تحط فلوس ولكن لا تجد جودة، ولكن هو الأشخاص الأساتذة الكبار اللي كانوا موجودين في هذه الجامعة كان الناس تقصدهم من أقصى من الصين ومن الهند للذهاب إلى هذه الجامعة ويشتغلون مع الأساتذة يعني الكبارية في التخصصات. فأنا أعتقد هو جودة التعليم. دائما لما يكون عندك مؤسسة فيها جودة تكون مستوى يعني مستوى حتى لو يكون مو شرط تكون ذات منافسة عالمية ولكن فيها جودة. صحيح. على مستوى، وهذا اللي نطمح له الحين في جامعاتنا اليوم إن شاء الله. مع الوزير لك بالطباخ يوم الدراسة ولا؟ والله لازم، هذا أمر يعني دائما يعني الدراسة في الخارج يعني يمكن أنا رحت لها على كبر فما كانت عندي مشكلة في موضوع والله القربة وما القربة، ولكن
دائما أؤكدها ودائما أعتقد الكل جرب من درس في الخارج الاعتماد على النفس. الاعتماد على النفس هذا كان مفصلي بالنسبة لي، ويمكن علمني أني أتعلم شغلات ما كنت أتوقع أني أتعلمها أو مو أتعلمها أو قرزت فيني يعني غريزة معينة. مثلا دائما أقولها أنا لو أشوف كلينكس بالأرض ما أرضى، لأن ما كنت أرضى شقتي تكون ما هي نظيفة. فقبل كان عادي تشوفها بالبيت وفي أحد يقوم بتنظيف البيت، ولكن لما درست برا وقعدت في شقتي ونظف الشقة بنفسي فما ترضى يكون حتى لو أحد شيء قطع. ونفس الوقت موضوع الطباخ طبعا الآن يوم يعني هذا جزء من اللي صار منظومة الطلبة اللي يتخرجوا يعني يدرسون في الخارج إنه يكون طباخين ماهرين يرجعون يمكن أحسن من البيت يعني. يتحملون مسؤولية أكبر. طبعاً أكيد. قواك الله الدكتور محمد الفارس وزير التربية والتعليم العالي على وجودك معنا. نقدر ارتباطاتك ومسؤولياتك، لكن حرصت إنك تكون معنا في تلفزيون دولة الكويت وتحديداً للكويت، فشكراً من القلب لك. مشكورين، عساك مع القوة، ومشكور على برنامجكم والإخوان القائمين على البرنامج لكم شخصيا، وأتمنى إن شاء الله أكون يعني أوفق في دوري في حمل هذه الأمانة، أمانة وزارة التربية والتعليم العالي، وإن شاء الله يعني لو أقدم شيء بسيط للشعب الكويتي يستاهل الشعب الكويتي. كواك الله، يعطيك العافية. خلونا مشاهدينا نستمتع في وصلة غنائية مع الفنان عبد العزيز الضوحي، وراجع لكم أكيد.